اندفعت إذن سيداتي سادتي بدون مشاركة زرافة التي لم تتمكن من الدخول. 16 رأسا من مهرات السنتين تتنافس بهذه الصورة. هنا نجمة حيدر تبدأ الانطلاقة السريعة برفقة ومحاولات أيضا من قبل بكرة في مطاردة، وكذلك تحترز برفقة سرحانة في الوصول المركز الثالث، فيما نجمة حيدر بربع طول بطول كامل الآن بمطاردة من تحترز في المرتبة الثانية، وسرحانة ثالثا وبكرة رابعا، ومحاولات قدوم لغالية صالحة. غالية صالحة تبدأ الظهور الآن للقدوم لمركز متقدم من المرتبة الرابعة، محاولات من بقية الأسماء، فيما نجمة حيدر في ظهورها الأول برفقة أليكسيس مورينو تسيطر حتى الآن على السباق. هنا مسافة وتجاوز علامة 400 متر. مشاهدينا الكرام، نجمة حيدر في الصدارة، مطاردة سرحانة وتحترز للمتصدرة حتى الآن. نجمة حيدر في المركز الأول، استحثاث من قبل كذلك غالية صالحة وتحترز، وسرحانة فيما تذهب بهذه الصورة. نجمة حيدر في الصدارة، ابنة الدكتور نعمات تقدم نفسها بشكل رائع وجميل وتعلن الانتصار الأول في سجلها السباقي. ألف ألف مبروك لمالك نجمة حيدر حمد محمد صالح أبو عوّم. شوط السرعة اندفاع سيداتي سادتي للجاد الفراس التي في سجلها من انتصار إلى انتصارين، تبحث عن انتصار جديد. انطلاقة سريعة، هنا يبدأ أبشر برفقة بلاك هولي وأجودي ثالثا، هنا أيضا كذلك إيبوثيوس يبدأ أيضا للوصول مع انتكيتيشن كول. هنا نتابع بلاك هولي يبدأ للعودة للصدارة، يتصدر الآن بلاك هولي بنصف طول. أبشر ثانيا، هنا أجودي ثالثا، فرزل رابعا، وانتكيتيشن كول خامسا، واستحثاث لقدوم إيبوثيوس ايضا في المرتبة السادسة. هنا بلاك هولي من الداخل برفقة ابشر وكذلك اجودي الذي يبدأ في الظهور. هنا الاقتراب من اجتياز علامة 400، هنا مراحل الحاسم تبدأ سيداتي سادتي. هنا بلاك هولي، هنا ابشر في المنتصف، يتقدم ابشر، هنا صراع، اجودي يدخل المصنف الأعلى، ينتزع الصدارة من الخارج، يتقدم أجودي للصدارة برفقة محمد إدهام. أبشر استحثاث من الداخل، فرز الوغى ثالثا، ومحاولات أيضا لوصول انتكيتيشن كول، فيما أجودي يذهب بهذه الصورة إلى انتصار جديد. هو الانتصار الثالث لأجودي. ألف مبروك لمالك الشيخ عبد الله حمود المالك الصباح. سادتي سادتي رفعت الراية، اندفاع للأفراس التي تبحث عن انتصار جديد برفقة أفراس، تبحث عن انتصارها الأول. 8 رؤوس تبحث عن انتصار جديد، بقية الأفراس 10 رؤوس تبحث عن الانتصار الأول. اندفاعت الرفيعة الآن للصدارة برفقة شامخة طويق من الخارج، ووهايج في المركز الثالث، وكذلك مرب العز المركز الرابع، مع محاولات بقية الأسماء. بويشة أيضا تحاول الوصول من الخارج، وكذلك الوثقة فيما الصدارة. نتابع الرفيعة بنصف طول مع شامخة طويق في المركز الثاني، وتحادي مع وهايج وبويشة في مركز ثالث ورابع، ومحاولات الوثقة للوصول برفقة مربى العز في المرتبة السادسة، كذلك محاولات أخت الحصن للقدوم كذلك، ومتولمة استحثاث للقدوم فيما الرفيعة في الصدارة في السياج المركزي الأول. شامخة طويق من الخارج، استحداث أسامة الشهراني، هنا علامة 400، هنا مراحل الحاسم، هنا
هنا مرمى العز تحاول الوصول للسياج مع الرفيعة. مرمى العز تتقدم من الداخل للصدارة، المركز الأول بالفعل تتقدم مرمى العز. استحداث لشامخة طويق للقدوم من الخارج، فيما مرمى العز في الصدارة تبتعد حتى الآن متصدرة في المركز الأول. المئة متر الأخيرة مرمى العز تقدم نفسها بشكل رائع وجميل. مرمى العز إذن إلى صدارة هذا الشوط، إلى انتصار جديد، هو الانتصار الثاني مع المشاركة الرسمية الثالثة عشر. فتحت البوابات لرابع أشواط الحفل الحادي عشر، منافسة الخيل العربية الأصيلة التي لم تربح والتي ربحت حتى سباق واحد تتنافس من علامة 1400 متر 18 راس. هنا نشاهد نورسك أت أول ابن نورسك الموري بشعار اسطبل ردمة تنطلق إلى المركز الأول بقيادة جيمي كاريون. الفرس الزرقاء تتصدر السباق في هذه الأثناء، فيما نشاهد المحاولات في ثاني المراكز للستة عشر آر بي ليدي داي بشعار سالم الرومي مع نواف المفياني، فيما الانطلاق إلى ثالث المراكز لصريحة الخالدية ابنة ليث الخالدية لعبد الله الموسى بقيادة محمد الحبيل، والخالدية تتواجد في المركز الرابع بدخول قوي من الخارج مع مأمون الخالدية ابن ليث الخالدية لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز مع فهد الفريدي. هنا نشاهد في المركز الخامس الدفع قادم من طربية النايف ابن الداحس بشعار اسطبل عذبة مع جبيرتو راموس. الأمتار الأخيرة هنا الـ 400 متر، الدخول للخط المستقيم مأمون الخالدية يحاول الانطلاق الآن، ينطلق إلى المركز الأول ابن ليث الخالدية مع فهد الفريدي، يحاول الابتعاد بهذا الشوط فيما مشهر النايف ابن المأمون منلو بشعار عادل الصاعدي مع إياد الطريسي، ومحاولات للدخول كذلك من شرف الحزام من الخارج ابن تعواج الخالدية مع محمد عبد الله لطيف الحزامي، وكذلك المحاولات من ثاير عذبة للدخول بقوة على خط النهاية. ثاير عذبة وشرف الحزام. فتحت البوابات لخامس أشواط الحفل الحادي عشر، منافسة خيل الانتاج المحلي التي لم تربح والتي ربحت سباق واحد بمشاركة محيي وافي العنق أخلص فيصل السعد خالد العز ميسترو برو صيهود هضاب طارقة خير وتورس. هنا محيي يبدأ السباق ابن علم إلى المركز الأول بالشعر الأبيض، فيما تمر الخيل من أمام المنصة الرئيسية خالد العز ابن بروذر دير يأتي إلى ثاني المراكز، وافي العنق إلى المركز الثالث ابن قاطف، فيما نشاهد المركز الرابع المحاولات من ميستر برو ابن توب ميوزك، فيما الانطلاق أيضا تأتي إلى خامس المراكز والتقدم في هذه اللحظات لطارقة خير ابن التو ستيب سلسة على ما يبدو. تحاول الانطلاق إذا خالد العز إلى ثاني المراكز، المحاولات أيضا للاندفاع في هذه الأثناء من قبل أخلص على ما يبدو في المركز الخامس ابن درامدي. هنا محيي لا زال إلى الآن متمركز بجوار السياج إلى أول المراكز منذ بداية الشوط، فيما خالد العز يطارد بكل قوة إلى ثاني المراكز والتحاذي. هنا نشاهد ما بين محيي وكذلك خالد العز على صدارة هذا الشوط، وافي العنق إلى المركز الثالث، تحرك في المركز الرابع لأخلص بكل قوة مع محاولات أيضا من تورس ابنة باتل فورس
للانطلاق في هذه اللحظات. هنا نشاهد المحاولات أيضا للتحرك من قبل صيهود ابن جراند سلوت من الداخل. محيي لازال إلى الآن إلى المركز الأول مع خالد العز الذي بدأ يستحث عادل الفريدي للانطلاق في هذه اللحظات، فيما توريس تنقض بكل قوة من الخارج. المنعطف الأخير الـ 400 متر الأخيرة، محيي إلى المركز الأول من الداخل، وخالد العز المطاردة هنا بكل قوة من خالد العز، ومحيي محيي يستحث عبد الله الفيروز للانطلاق أكثر وأكثر وتوسيع الفارق. محيي ينطلق إلى المركز الأول وخالد العز يطارد، وهنا أخلص في ثالث المراكز وتوريس تحاول الدخول، ومحيي في هذه اللحظات يصل إلى خط النهاية معلنا الفوز الثاني في سجله السباقي من الانتصار الرابع. رفعت الراية البيضاء، فتحت البوابات والانطلاق سادس أشواط الحفل الحادي عشر شوط التكافل الخيل العربية حتى تصنيف 75 مسافة 2000 متر بمشاركة مذخور ريسكي فال، تواقة الشيب، بن غازي النايف، صديق سقران، الخالدية، جافدي فيلاتيز، ام ان همام، جودي ام مونتاجيت، واجنيها الذهب، اسوان، جلمود، ايميلاند، سميدة عذبة، ايرا، مشعل الكتائب، برنس عامر، اوسترال دي سول. هنا الانطلاقة تبدأ مع صقران الخالدية، ابن الصقر بشعر ابن عبد الله المثال، يقود أسامة الشهراني الخيال السعودي المتمرن في أول مشاركاته هنا في هذا الموسم، فيما نشاهد الانطلاق إلى ثاني المراكز، ام ان همام ابن الصقر بشعر محمد القحطاني مع عبد الله الحميد، فيما المركز الثالث تقدم جو ان دي مونتجيت ابن جوسكو دي كايرو بشعار اسطبل البحر مع الخيال احمد العتيبي، فيما نشاهد ايضا المحاولات كذلك للتحرك في رابع المراكز من قبل صديق ابن تي ام فريد تكساس لاسطبل البحر مع الخيال وجبرتو راموس، فيما التقدم ايضا قادم من المرشح الاقوى للفوز بهذا الشوط اوسترال دي سول ابن هلال الزمان بشعر سالم العجمي مع محمد الحبيل، فيما هنا الخيل متباعده. هنا صقران الخالديه صاحب التصنيف 75 ينطلق إلى المركز الأول بفارق من الأطوال واستحثاثات متواصلة من الخيال المراكز المتأخرة. هنا نشاهد ام ان همام ابن الصقر يطارد بكل قوة إلى ثاني المراكز، مشعل الكتائب قادم، ابن فيكتور آدم بشعر عبد الرحمن الفرحان مع الخيال مهند النصار، فيما هنا صقران الخالدية الذي هرب منذ بداية الشوط مع أسامة الساراني الذي يستحث لمواصلة الهروب، ومشعل الكتائب مع مهند النصار يطارد بكل قوة، وابن عامر برنس عامر قادم في ثالث المراكز، وهنا صقران الخالدية من الداخل ومن الخارج، مشعل الكتائب، ابن فيكتور آدم بشعار عبد الرحمن الفرحان مع الخيال مهند النصار ينطلق إلى المركز الأول، مشعل الكتائب الحصان الأزرق البالغ من العمر 5 سنوات في طريق لتسجيل الفوز الثالث في سجل السباقي وبفارق من الأطوال، ابن فيكتور آدم بطلا لسادس الأشواط، ألف مبروك. إذن المالك عبد الرحمن خالد عبد الرحمن الفرحان، تدريبات عبد الله النهابي والقيادة المهند النصار، ابن فيكتور آدم. إذن اندفاع موفقة هنا سيداتي أنساتي سادتي يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد في الطائف في موسم سباقات الطائف لسابع أشواط هذه الأمسية، الخيل الرابحة انتصار والتي تبحث عن تسجيل أولى انتصاراتها عمر 3 سنوات تتنافس على مسافة الميل
مسافة الألف وستمائة متر، مسافة الإيت فورلونج، اندفاع السريع يتقدمهم أمني في المطاردة من محمدي في ثاني المراتب، وديان المغترة في المرتبة الثالثة ومتأهل في المرتبة الرابعة، وفي الوتطويق تنتظر المسار المناسب ونمتطيها خيلها بصورة مناسبة في هذا الشوط. يتقدم أمني من المسار الخارجي والمحاذاة من قبل وديان المغترة من المسار الخارجي فيما متأهل في المطاردة برفقة محمدي، وكذلك أبو البشائر يتمركز مع مسموع وكذلك لا ما يكفي وسعود الخيل في موقع متقدم الدبل، وكذلك هنا جهدون يتمركز في المرتبة الثامنة، وابن المهلب يتمركز في المرتبة التاسعة. مشاهدين ومتابعين الكرام، 600 متر الأخيرة، خمس أسماء في صورة واحدة يتقدمون، تتقدمهم وديان المغترة، لا يزال أمني في المطاردة، ومحمدي ينتظر عادل فريدي أن يعطيه الإشارة. قادم من بين الأسماء أبو البشائر وكذلك جهدون من المسار الخارجي. هنا التوفرنج الأخيرة تتقدم وديان المغترة، محمدي هنا أعطاه الإشارة عادل فريدي، بدأ باستحداثه وديان المغترة تحاول أن توسع الفارق. هل من قدوم لجهدون أم من أمني؟ مشاهدين الكرام، بدأت ابنة ماتشو ماتشو بالشعار الأحمر توسع الفارق في هذه اللحظات. هل يقلص الفارق محمدي؟ ولكن وديان المغترة قادمة توسع الفارق في هذا الشوط. ألف مبروك لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، ألف مبروك المدرب عبد الله بن مشرف والخيال الأكثر من رائع أحمد الأزهري. إذن اندفاع موفق سيداتي أنساتي سادتي من تشاهدون بعض التصادم قليل، البوابة الثالثة والرابعة والخامسة، والاندفاع موفق مشاهدين متابعين الكرام لثامن أشواط هذه الأمسية مفتوح الدرجات والتي تتنافس على مسافة 2400 متر، 95 ألف ريال تنتظر هذه الأسماء ودورة ونصف الدورة الكاملة حول المضمار. يتقدمهم ميدانك في أولى المراتب المطاردة من فول ماركس في ثاني المراتب، وكذلك فرانش كلاين في المرتبة الثالثة، تعزويت في رابع المراتب، جاك ريد كلاود في المرتبة الخامسة، ميسيور جامبو في المرتبة السادسة، وكذلك فاسيلاكوس في المرتبة السادسة، مايكود في ثامن المراتب، الوالي في المرتبة التاسعة، وعمر ميكر في عاشر المراتب، بولتاوي برفقة المارموم جيت في الدورة الأولى. هنا انقذ المنعطف الأول في بداية مشاهدينا متابعين الكرام، ميدانك بالنجم الثاقب في فارق ثلاثة أطوال عن أقرب منافسيه الذي يتمركز فول ماركس مع محمد اليامي على ما يبدو في ثاني المراتب. الآن الحضور من قبل جاك ريد كلاود، وكذلك هنا الحضور من تعزويت من المسار الداخلي، ثنائي اسطبل الأمير سعود بن سلمان، فرانش كلايم وفاسيلاكوس في المرتبة الرابعة والخامسة خلف بعضهم مشاهدين متابعين الكرام. هنا انقذ المنعطف الأول وانقضت نصف المسافة، بدأت المسافات التكتيكية أكثر فأكثر، ولا يزال يتزعم ميدانك في الحضور من جاك ريد كلاود في ثاني المراتب، والقدوم من قبل كذلك فرانش كلايم في المرتبة الثالثة. محمد إدهام يخلع النظارة الأولى مع ميسيور جامبو، الوالي يتمركز، ولوغانيني والمرموم كيت يستحث فهد الفريدي. هنا يقترب جاك ريد كلاود يخطف المرتبة الأولى في هذا الشوط، ثنائي صبر الأمير سعود بن سلمان قادمين، هنا فرانش كلايم وفاسيلاكوس الأقرب في هذه اللحظات، ميسيور جامبو والوالي ولوغانيني، بولتاوي ابن تباو يتمركز في موقع مميز برفقة ماسيور جامبو، جاك ريد كلاود نظرة إلى الوراء من عبد العزيز الموسى لأقرب منافسيه لوغانيني يستحث أليكسيس مورينيو في هذه اللحظات. هنا المنعطف الأخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هنا الأمتار الأخيرة المهمة يا جاك ريد كلاود، فاسيليكوس قادم، ابن تباوي كذلك في ثالث المراتب، لوغانيني يتمركز في موقع مميز، بولتاوي يظهر من بين الأسماء. هنا الأمتار الأخيرة المهمة، بولتاوي يبحث عن المسار، لوغانيني قادم بالتحاذي، الجياد الشقر قادمة، جاك ريد كلاود يستحث عبد العزيز الموسى، الوان فورنج الأخيرة، يندفع بولتاوي من بينهم، ينقذ بولتاوي، جاك ريد كلاود يحافظ، يستحث أكثر فأكثر، الرمية الأخيرة، بولتاوي على خط النهاية، وبقيادة أكثر من رائعة من قبل الخيال نواف المضياني.
سمعت الراية. إذن اندفاع موفقة سيداتي آنساتي سادتي يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في الطائف في صراع كأس الهدى على مسافة 1400 متر، مسافة 750 ألف ريال، وانطلاقة سريعة جدا تبدأها تجتاحهم بفارق نفس طول عن أقرب منافسيها من المسار الداخلي. بشتر حاكم نظرة من هنا ونظرة من هناك مستوعبة تتمركز في المرتبة الثالثة، وجوهر بلادي في رابع المراتب، وهنالك غشامة في المرتبة الخامسة. انطلاقة سريعة جدا تجتاحهم، وبشتر حاكم بالرقم واحد في المرتبة الأولى بالتحالي مستوعبة في ثالث المراتب. حسنة العارض تتمركز في المرتبة الخامسة برفقة غشامة وجوهر بلادي. يبدأ بشتر حاكم ابن فلاشي بول في المرتبة الأولى بفارق نصف طول عن أقرب منافسي. تجتاحهم هنا القدوم لكاسب الميدان، وكذلك آية محمدية معلمة بين الأسماء يبحث عن المسار. يبدأ بشتر حاكم في الظهور الآن في الأولى المراتب، تجتاحهم في المطاردة في المرتبة الثانية. التوفرلينك الأخيرة 400 متر، الفاصلة عادل فريدي يبحث عن المسار برفقة معلة. الآن يظهر هنا يبدأ معلة، وكذلك القدوم لكاسب الميدان، وأيضا غشامة من بين الأسماء، ورمضان بالدخول معلة ابن كول مايلر يبدأ بتوسيع الفارق، يبدأ بالانقضاض. معلة يطير ويتعلى في هذا الشوط إلى كأس الهدى. معلة من هنا يتجلى إلى كأس الهدى وإلى إسطبره الجديد على ما يبدو، يهدي هذا الكأس. ألف مبروك.